لا بس ابو فارع يقول اني تعبت. من هو؟ تعبت ترى، ودي انك تصير رجال. هذا انت من؟ انت يا شيخ في عقب برنامج ان شاء الله ان الله يجوزك بسنتين شهرين وتصير عشان اغديك تصير رجال. هو البارح وصلني خبر من احد الاخوه الموجودين ايام حدثني احد الاخوه البارح اسمه سيف المطيري عن جلسه بين هو احمد العوض، يقول وش اللي يقولون زوجوا الرجال عشان يعقل، والحين يقول لي ازوجك بعد برنامج شهرين اغديك تعقل وتصير رجال. شوف التناقض اللي ما حصل بالكره الارضيه كلها. ولكن الحمد لله يا مسلم، يعني تزوجني عشان اصير رجال. مسلم سيف يا مسلم، امس انت تقول شلون يقول زوجوه وصير رجال؟ في فرق، في واحد ضايع وخربان صحيح. اسمع يا سيف، كل ما تقوله سيف. اسمع يا سيف زوجوه عشان يعقل، ترى هي زوجوه عشان يصير رجال، لان العقل ما في رجال بدون عقل. دقيقه عبد الله، انا اسولف عن موضوع ثاني، لا تدخل بالموضوع ذا. لا لا كلها زواج، كلها عقل. انا اسولف عن الضايع. انت ضايع؟ ما انت بضايع يا سيف. سيف 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 ضايع. الضايع يعيش يعيش سيف. انت مو منه حاشر، مو منه حاشر. اللي ما هو حاشرني خلاص تكفى. غلبك ما هو رجال هذا ضايع. غلبك بالكلام. واللي بعمري ما هو برجال هذا غادي وضايع. ما عندي ما في ما في كلها نفس. سيف بالكلام غلبك. حاول انك تعرف ان المزح غلبك بالكلام. صحيح ما هو رجال. طيب زايد عنده مشوره راي يا سيف. زايد بيشارك الراي يلا زايد قل له سيف رايك. والله انا اسمه ضايع. صحيح يا رجاله.